المركز الوطني يؤكد في إحصائية له أن إنتاج السلطنة في قطاعي الكهرباء والمياه ارتفع في نهاية العام الفائت إلى أكثر من 28.7 جيجاوات. تعويضات الطريق الساحلي تباشر عملها خلال الأسابيع المقبلة بدعوة أصحاب العقارات المتأثرة بالمشروع الساحلي البالغ عددهم أكثر من 272 حالة مستحقة للتعويض في شمال الباطنة. مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري الجديد يباشر في إجراء عملية تبديلات واسعة في قيادات الشرطة بعد يومين من تعيينه في منصبه في وقت تواجه فيه قوات الأمن صعوبات في القضاء على هجمات المتشددين التي تهز البلاد. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها ستدقق في الرسائل الإلكترونية التي كتبتها هيلاري كلينتون على حسابها الخاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية نافية أن تكون قد واجهت ضغوطاً لإخفاء معلومات. ميسي يسعى لمواصلة الصدارة في مباراة الغد التي تجمع بين برشلونة ورايو فاليكانو في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.